هذا الشر المستطير، المخططون لهذا الشر المستطير استطاعوا شراء ذمم عناصر كانت محسوبة على فبراير وعلى فجر ليبيا، استخدموها في التخذيل، تخذيل الجبهات وشق الصف وتثبيط الهمم والتهوين الأمر، استعملوهم في ذلك ليصلوا منهم إلى ما يريدون. وكما استعملوا أيضا صنفا آخر من الناس وهم يعني إعلاميون لامعون وسياسيون لامعون، كانوا يدافعون على الثورة ومبادئها بكل قوة، ثم فجأة بين عشية وضحاها تحولوا إلى الضفة الأخرى، وظنا منهم أن المسألة قد حسمت، هكذا كانوا يقولون، المسألة حسمت والمجتمع الدولي أخذ قراره وليس هناك فائدة من التمسك بالمبادئ أو التمسك بالقيم أو التمسك بالثوابت التي مات من أجلها الشهداء. المسألة هذا هو المتاح ويجب أن نأخذه، ومن باب دفع الضرر وتحصيل المصالح ودفع المفاسد وارتكاب أخف الضررين، وصار الكل يفتي ويصدر التحليل والتحريم زورا وإثما وعدوانا.